السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد على قناة موقع عرفنيتكم. الفيديو ده هنتكلم فيه عن ازاي تقدر ترجع لشكل فيسبوك القديم. لو انت مش عارف قصدي، ف ده شكل فيسبوك جديد، ماشي؟ ده شكل فيسبوك القديم، شكل فيسبوك الجديد الخاص بموقع فيسبوك. الشكل زي ما انت شايف كده قريب بشكل كبير جدا لتصميم الابليكيشن بتاع الموبايل. لو انت بتستخدم فيسبوك على الموبايل، فده الشكل النهائي بتاع الموبايل. بس في ناس كتير جدا مش عاجبها الشكل ده. الشكل ده فيه كذا مشكلة. المشكلة الأولى التصميم مش عاجب ناس كتير جدا. اللايت مود والدارك مود مش مظبوطين 100%. في لايت مود زي ما انت شايف بالشكل ده، لو انت واحد بتحب عينك يعني تحرقك بسبب الموقع. نرجع للدارك مود تاني، ومنرجعش للدارك مود اللايت مود ده تاني. ده متعب. المشكلة الكبيرة بقى في الموقع ده ان هو تقيل، تقيل على الجهاز، مش كموقع، مش على النت، لا هو تقيل في وجوده على الجهاز. واوقات كتير جدا ببقى مثلا عاوز اكتب بوست، ف كريت بوست هنا زي ما انت شايف بتاخد وقت انها تلود اصلا، وهي element خفيف، ومن شكل الماوس اصلا الموقع نفسه مهنج. لما اجي اكتب احيان كتير جدا الكتابة دي بتتأخر بشكل كبير جدا، ما بعرفش اكتب البوست براحتي. هو تقيل على موارد الجهاز. فالفيديو ده احنا هنتكلم ازاي تقدر ترجع للشكل القديم بتاع فيسبوك. طبعا الاوبشن اسمه سويتش تو كلاسيك فيسبوك، التصميم القديم اسمه كلاسيك فيسبوك، المفروض انت بتلاقيه في السهم ده. بس عشان انا لسه راجع لشكل فيسبوك القديم ومحول لشكل جديد تاني على طول، فهي بقت عندي هنا اهو، اقدر سويتش من هنا. المهم من السهم ده هتدور على اوبشن اسمه سويتش تو كلاسيك فيسبوك وتضغط عليه، هيحولك على فيسبوك كلاسيك. انا هضغط من هنا كده، هيطلع لك نفس الرساله تطلع اللي هي جيف فيدباك. ايوه انت هيطلع لك الرساله دي برضه. هنا هيطلب منك فيدباك عن رايك في التصميم الجديد، انت ليه راجع للتصميم الجديد للتصميم القديم. فهو غالبا انت راجع عشان انت مش عاجبك التصميم الجديد، فاضغط سكيب. واستنى شوية هتلاقي حتى لو عمل ريفريش والاسم في التاب بار هنا اتغير من فيسبوك على طول الى هوم عرفني دوت كوم، اسم البيج جنبه كده، وهو ده التصميم القديم بتاع فيسبوك باللايت مود الصعب جدا. مين بيحب اللايت مود باللون الازرق الطبيعي بتاع فيسبوك بدون اي اختلاف بدون اي مشاكل، بنفس الخفة بتاعت التصميم القديم بتاع فيسبوك زي ما كانت الأول؟ ماشي. بس فالمهم انت حابب ترجع لتصميم فيسبوك الجديد، هتضغط على السهم ده اللي هضغط عليه دلوقتي وتختار سويتش تو نيو فيسبوك، هيرجعك للتصميم الجديد. انا عن نفسي هفضل في التصميم الجديد لان انا ما عنديش مشاكل كتير جدا معاه غير مشكلة التقل. ف بس دي كانت كل حاجة احنا عاوزين نشرحها في الفيديو ده. الفيديو ده اتشرح فيه مقال سابق على الموقع بشكل تفصيلي جدا، هنسيب لينك المقال تحت في الديسكريبشن. عاوز انوه حاجة مهمة جدا، ان للأسف او مش للأسف، للأسف عند بعض الناس فيسبوك هيلغي التصميم القديم في خلال الفترة القادمة، يعني خلال شهر 9 قبلنا ان شاء الله. شهر 9 ده هيكون اخر شهر للكلاسيك فيسبوك. ابتداء من الشهر القادم فيسبوك هيكون بالتصميم الجديد فقط، وللأسف مش هتعرف ترجع للتصميم القديم. لعل وعسى لما يكون فيسبوك بتصميم جديد شغال يكون من غير اي مشاكل. فحتى لحد ما فيسبوك يرجع للتصميم الجديد يبقى شغال رسمي التصميم الجديد، ممكن تشتغل بالتصميم القديم شوية، تستحمله شوية لحد ما التصميم الجديد يكون جاهز للاستعمال بشكل دائم. وبس دي كانت كل حاجة احنا عاوزين نشرحها في الفيديو ده. هنشوفكم في فيديو تاني قريب ان شاء الله. سلام.